ونبتدي الآن بما أردنا. نعم، يقول الآن نبتدي بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. من قبل قال لك وحكمه وحكمهم سيأتي، الآن أتى ووفى بوعده، جزاه الله خيرا. نعم، ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. نعم، والصحيح أن الجد أب يسقط كل الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، واعتبر هذه الأبيات لاغية عندنا وانتهى الأمر، مفهوم؟ وهذا الذي عليه العمل عندنا في المملكة العربية السعودية في القضاء في قسمة التركات، وهذا الذي يفتي به العلماء الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، وهذا مريح جدا أن الجد أب يحجب كل الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، مفهوم؟ وارتاح من هذه المسائل وعديها، الله يرضى عنك، عديها. نعم، ملغي، اعتبره ملغي. نعم، اقرأ أنا أسمع. فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، قم بيك عنهن على التوالي. الجد مع الإخوة له أحوال دون أصحاب الفروض ومع أصحاب الفروض. نعم، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني ما ينقص عن حقه. نعم، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. نعم، إن لم يكن هناك ذو سهام. نعم، هذا دون أصحاب الفروض. فاقنع بإيضاح عن استفهام. والله جيد، يقول اقنع بهذا ولا داعي ان تستفهم، انتهى الامر. نعم، امشي. وتارة يأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي مع اصحاب الفروض، ذوي الفروض والارزاق. نعم، بعد ذوي الفروض والارزاق. نعم، هذا اذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. نعم، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. يعني له مع اصحاب الفروض احوال ثلاثة، إما ثلث الباقي أو المقاسمة، لكن بشرط لا يقل عن السدس. إذا تنظر في حال الجد بأحوال ثلاثة، السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، أحسن شيء تعطي من هذه الثلاثة. نعم، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. نعم، وهذا المسألة التي يقول عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه في الأول جعلنا له حال دون أصحاب الفروض، ومع أصحاب الفروض له حال، ثم يكون كأخ شقيق أو الأخ لأب. نعم، إلا مع الأم فلا يحجبها. ينبهك الآن على ماذا؟ على العمريتان، على العمريتين، مفهوم؟ أي نعم، جد وأم وأب، لا، زوجة وأم وجد، زوج وأم وجد، هذه ليست بعمرية. نعم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. تأخذ الثلث كاملا. نعم، واحسب بني الأب لدى الأعداد، وحب بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد. هذه المسائل تسمى عند الفرضيين بالمعادة، نعد كل الإخوة على الجد أشقاء أو لأب. نعم، واسقط بني الإخوة بالأجداد، حكما بعدم ظاهر الإرشاد. نعم،